السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج بيساعد في عمل الديكور اسمه هوم ديزاين 3D. طبعا ده ما بيغنيش عن مهندس الديكور، تمام؟ في افكار نظريات والوان وحاجات زي كده، فهو مش منافس لي. اول ما ببدأ افتح البرنامج بتلاقي هنا القائمة دي، تقدر تختار مثلا مشروع معين تقول له اوبن، تقول له رينيم زي ما انت عايز. ممكن مثلا تفتح المشروع دوت تقول له اوبن اهوت، يبدأ يفتحه لك، تقدر تشوفه 3D بالشكل دوت. تقدر تشوفه من بره، ممكن تشوفه من الداخل. التصميم نفسه تقدر تختار زي ما انت عايز. خلينا نروح ل 2D، هتلاقي ان انت تقدر ترسم لاند زي ما انت عايز. اول ما بتبدأ بيديك برضو بعض الاختيارات، ان انت تختار مثلا الاسم، تكتب كلمة معينة مثلا هنا، تختار ان انت مثلا تعمل ديليت ليها. ممكن تقول له انا عايز ارسم روم، تمام. وبعد كده ممكن تقول له انا عايز ارسم وول، لو حابب ترسم وول مثلا بالشكل دوت. يعني ممكن تقول له انا عايز ابدا احط مثلا دورس، فيبدا يديك انواع كتيره من الدورس. تبدا تسحب اي دور، كل دور فيهم طبعا بيديك حاجات، ان انت مثلا تعمل ميرور، ان انت تعمل سكيل للعنصر زي ما انت عايز، تعمل كوبي منه بالشكل دوت. ممكن تقول له انا عايز اوبجكت، فيقول لك انت عايز تفرش ايه مثلا، كيتشن، يبدا يجيب لك العناصر بتاعت الكيتشن. تبدا تاخد العنصر وتحطه بالشكل دوت اهو. تقول له مثلا انا عايز حاجه خاصه بالحاجات بتاعت الاطفال، تبدا تحط العناصر زي ما انت عايز اهو. تبدا تشوفه في ال 3D. بالشكل دوت. ممكن تبدأ تشوف العناصر، ممكن تقول له تكتشر، تبدأ تختار بقى مثلا فرش زي دوت اهو. ده أكبر دليل إن أنت محتاج متخصص، لأن ممكن تعمل حاجة بالشكل دوت كل حتة بلون. طبعا ده من الموضات السيئة جدا. ده من ضمن البرامج القوية جدا في موضوع الديكور.